في فقرتنا لهذا اليوم حنتكلموا على مؤسس موقع لينكد إن، وفي نفس الوقت اللي هو نعرفوه إنه هو منصة أو موقع لتواصل بين رجال الأعمال وأصحاب المناصب المرموقة. أسس الموقع هذا عام 2002، وفي نفس الوقت استخدم هذا الموقع عام 2003، وعندها أكثر من فرع في أمريكا وفي لندن. نمشي نشوف مع بعضنا التقرير ولباقي التفاصيل ونرجع نكمله معكم. نتحدث اليوم عن مستثمر ورجل أعمال أمريكي، رجل أعمال من مواليد كاليفورنيا في 5 أغسطس عام 67 و900 وألف. نتحدث عن مؤسس لينكد إن. نتحدث اليوم عن ريد هوفمان. درس هوفمان نظرية المعرفة وتخرج من جامعة ستانفورد عام 90 و900 وألف. كان مولعاً بعالم الحاسوب والأنترنت، وحصل حينها على منحة للدراسات العليا. حصل بموجبها على درجة الماجستير في الفلسفة من جامعة أكسفورد عام 93 و900 وألف. عام 94 و900 وألف انضم هوفمان لشركة أبل وعمل ضمن قسم أوورد الذي يشمل الكثير من خدمات الانترنت التي كانت تديرها أبل، مثل خدمة البريد الإلكتروني وخدمة أخرى للأخبار نيوز، بالإضافة إلى المجتمع الافتراضي. بعد تجربته في شركة أبل، فكر هوفمان مالياً ليجد في نفسه الرجل الذي يمكن أن يترك أثراً كبيراً على نطاق واسع من العالم. وفي هذه الأثناء بدأت تتبلور لديه فكرة إنشاء شبكة يتواصل من خلالها أناس يعرف بعضهم البعض ويتبادلون أفكارهم واحتياجاتهم ويتشابهون في اهتماماتهم. ووجد هوفمان في مجال الأعمال والاستثمار منصة واسعة تسمح باستضافة الكثير من هؤلاء. عام 97 و900 وألف، وبعد أن استحوذت شركة AOL الأمريكية على خدمات أوورد، انتقل هوفمان للعمل مع شركة فوجيستو ليبدأ بعدها بتأسيس أولى شركاته الخاصة socialnet.com، وهي شبكة اجتماعية يتواصل من خلالها الناس من ذوي الاهتمامات المتشابهة، والتي شكلت النواة لشبكة لينكد إن لاحقاً. عام 2000 مثل منعرجاً حاسماً في حياته، حيث غادر هوفمان شركة سوشيال نت ليصبح الرئيس التنفيذي لعمليات التشغيل في شركة باي بال المتخصصة في خدمات الدفع الإلكتروني وتحويل الأموال عبر الأنترنت. وفي عام 2000 تم ترقيته لمنصب نائب الرئيس لشركة باي بال التي استحوذت عليها أوباي آنذاك مقابل 1.5 مليار دولار أمريكي. انتقل هوفمان بين وظائف عدة وخاض تجارب مهنية لم تكن دوماً على مستوى طموحاته، ولكنه سرعان ما بدأ في التفكير في إنشاء شركة خاصة هي نفسها النواة لفكرة شبكة اجتماعية تشكل ملتقى لقطاع الأعمال والموظفين والمهنيين. فأطلق عام 2000 موقع لينكد إن بشكل تجريبي قبل أن يتم إطلاقه رسمياً للمستخدمين في مايو عام 2003. كان هوفمان شغوفاً يهوى الأنترنت بكل ما فيها من تفاصيل، فبدأ الشاب العاطل عن العمل بإنشاء مواقع المواعدة للتعرف على الفتيات، وفجأة اكتشف أن بإمكانه تأسيس عمله الشخصي على الشبكة. فقرر عام 97 و900 وألف الخوض لإيجاد آليات للاستثمار في الشبكات الاجتماعية من خلال جذب مستخدمين لموقع نوعي كخطوة أولى عن طريق بيع هؤلاء المستخدمين خدمات في قطاع الأعمال. فكانت بداية مشروع هوفمان عندما قام بدعوة 15 من أصدقائه لينضموا لموقعه الإلكتروني، ثم بدأ هؤلاء بدعوة أصدقائهم إلى أن أخذ الموقع بالانتشار ليصبح عدد أعضائه أكثر من 100 مليون مستخدم يضعون جميعاً خبراتهم المهنية.
نبذة عن أعمالهم على صفحات لينكد إن. اغتنم هوفمان الفرصة بعد نجاح مشروعه في اجتذاب كل هذا العدد من المستخدمين، وأطلق عام 2005 خدمة الحصول على اشتراك مالي لقاء نشر السير الذاتية في فضاءات أوسع وتأمين فرص عمل أكبر لمن يرغب. ثم بدأ لاحقاً في سلسلة من الخدمات المدفوعة، فضلاً عن خدمة الإعلانات التي بدأت تأتي بعائدات كبيرة على الموقع. وهو كغيره من الرواد اكتشف بالصدفة أن بإمكانه تطوير شبكة اجتماعية متخصصة تجذب الملايين من الناس باعتماد نظام الشبكات نتوركينج. اليوم يصنف ريد هوفمان مؤسس لينكد إن بأنه واحد من بين 30 شخصية رسمت مصير عالم الإنترنت، أمثال مؤسسي شركات ياهو وفيسبوك وجوجل.